كثير منا ممكن يتعرض لضغوط نفسية بالحياة لأسباب كثيرة، إن كانت دراسية أو عمل أو علاقات اجتماعية غير صحية، أو إن كانت أوضاع مادية واقتصادية صعبة. هي الظروف وهي الضغوطات والمنغصات اللي بتواجهنا بالحياة بتأثر علينا بشكل كثير سلبي، لدرجة إنه نحن ممكن لنوصل لمرحلة ما نتصالح مع حالنا. قد اليوم هذا الشيء غلط يا رشا، وقد الشخص أو الإنسان المتصالح مع نفسه هو قادر اليوم يتقبل صفات وتصرفات وأطباع كل الناس اللي حواليه؟ أكيد هايدي، ولكن السؤال يمكن الأهم، هل نحن اليوم عن جد قادرين نتصالح مع ذاتنا بعد كل شيء مرقنا فيه؟ صحيح. كثير مننا، أو خلينا نقول كل الأشخاص، مرقوا بتجارب، مرقوا بضغوط، مرقوا بخيبات، مرقوا بظروف عمل وظروف اجتماعية أثرت بداخلهم. في بعض الناس صار عندهم هشاشة داخلية، صار عندهم ندبات بأرواحهم بسبب الشيء اللي مرقوا فيه، ولكن في وقت بيوقف فيه يعني قدام رايته بيقول بكفي، يعني المفروض انا اليوم اتصالح مع نفسي، اعرف انا شو بدي، اتقبل عيوبي واستفيد من تجاربي. ولكن هاي القصه اكيد بدها تدريب، واكيد بدها نصائح بموضوع التنميه البشريه، كيف نحن اليوم قادرين مع هذا نتصالح مع ذاتنا ونبلش بدايه جديده ونتقبل عيوبنا كرمالنا وكرمال المجتمع اللي عم نعيش. ومعلومات كثير مهمه حتجاوبنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي مدربه التنميه البشريه شهد الحمصي. سعد صباحك. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه. اهلا وسهلا فيكي بدايه. اهلا وسهلا. خلينا هيك نعرف المشاهدين احنا شو بنقصد اليوم بالتصالح مع الذات كمفهوم. كثير بيقولوا انه هذا الشيء كثير صعب اليوم على الانسان، هل هذا الشيء صحيح ام لا؟ ما زال خلص الشخص حط الامر براسه، فعلا لازم يتقبل حاله ويتقبل تمام. كل شيء بحياته. تماما. بداية كل عام وانتم بخير. عيد المرأة بهني نساء سوريا كلياتهم، كل عام وهن بخير. نساء المتفانيات اللي وقفوا معنا، اللي وقفوا مع الوطن، وكل عام وانتم بخير. ونساء العالم كلياتهم انت بألف خير يا رب. اول شيء الدعم، هو الدعم بده يكون دعم داخلي، هو الاكتفاء الذاتي. لما بكون متصالحة مع حالي بدي يكون انا حاسة اني انا ما لازم مثل على حالي، ما لازم حس اني انا لازم بيني وبين حالي، انه ما لازم انا فيني اعمل اغلاط، ما فيني اعبر عن اغلاطي، شوف اغلاطي، حسن اغلاطي، شوف انجازاتي، انه انا انجازاتي منيحه وعظيمه، لازم اقدر نمي هالانجازات وطورهم واتفاعل مع اللي حوالي، واقدر اكون انا صادقه من جواتي. طول ما انا صادقه من جوا معناته انا هون متصالحه مع نفسي، وبقدر انا اتجاوز كثير خطوات. بس هذا الشيء بده يكون صادق، ما يكون في تمثيل، حتى بيني وبين حالي ما لازم مثل، وما لازم حس انه انا لازم انه خلص وقفت عند مشكله معينه خلص انا ما فيني اتجاوزها. لا، نحن بنقدر نتجاوزها ونحن بنقدر نكون كثير قوايا. طيب اليوم كل شخص بيوقف قدام رايته بلحظة ما، يعني قلتي ذكرت الشغلة، في أشخاص كتير بيمثلوا على حاله أنه أنا منيح، أنا تجاوزت، أنا بدي صحح هاي الأخطاء، ولكن هي بتكون لعبة نفسية عم تطغى على روحك، عم تحاولي تعملي شيء، ولكن بلحظة بتقولي أنا لا، أنا عم بكذب على حالي. يعني اليوم كيف قادرة أنا واقف قدام هاي المراية أقول أنه أنا عن جد تصالحت مع نفسي؟ أنا لما بلش تطور، أنا لما أتطور، لما أشتغل، أنا مثلا كون العالم نايمة، أنا لازم كون قايمة وعم بشتغل وعم طور حالي، عم مارس مهاراتي وقدر أتواصل مع العالم. طول ما أنا قاعدة بالبيت ولا عم بشتغل ولا فيني أقوم ولا فيني أقعد، أكيد بكون أنا هون عم كذب على حالي بالمطلق. مثلا أنا عايشة بروتين، الروتين قاتل لأي بني آدم، لأي إنسان، وخاصة لحنا النساء، لحنا الروتين بيقتلنا. أنا طول ما عم بشتغل، طول ما أنا عم بقدر قادر أطور حالي، أقدر أشتغل، أقدر روح كون عنصر فعال، وأنا عم باخذ أكسجين بهالمجتمع وقاعدة، مستحيل أقدر أطور حالي إذا ما طلعت. بدي أطلع من باب البيت، بدي أطلع من الصندوق يلي أنا قاعدة فيه، لازم أتطور، لازم أدرس. الدراسة ما لها عمر ولا لها وقت، وأنا أمتى ما فيني أنا فيني أدرس، خاصة بوقتنا هذا العلم كتير ضروري. يمكن معلومة واحدة تقدر تعيشني فيها سنين، لا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، بقدر أعلم أولادي، بقدر أنا أكون عنصر متفاعل بالمجتمع. تغيير. يعني لازم أكون تماما متبع التغيير. طيب خلينا نوضح أكثر عن أهمية اليوم تصالح الشخص مع نفسه، إن كان على الصعيد الشخصي العملي، الفائدة بالمجتمع اليوم لما الشخص فعلا يكون متقبل حاله رغم كل شيء ممكن حوله. أنا لما أكون متقبلة حالي
معناتها متقبلة المجتمع يلي حوالي، متقبلة العالم يلي قدامي. هلا أنا اللي بدي يكون عندي تسامح مع الذات. أنا لما بكون متسامحة مع ذاتي بقدر أكون يعني أي حدا متصالح مع نفسه، حتى بتشوفي تعامل العالم معه سهل. صحيح. يعني هلا أنا كوني أنا إنسانة إيجابية، العالم تقدر تتقبلني بكل أريحية. شو صفاته اليوم؟ يعني هذا الصفات بده يكون متسامح، بده يكون عنده هدف معين يمشي عليه، ما عنده حدود. أنا عندي شغلات بدي طورها، عندي شغلات سلبية لازم أوقف عندها، اعترف بغلطي انه انا غلطت بهي القرنة بدي طورها. ما فيني اسمع من العالم، فيني اسمع من الناس الايجابيين. اكيد هلا احنا بعمر معين بنقدر نعرف هذا الانسان سلبي، هذا الانسان ايجابي. هدول الاشخاص الايجابيين اللي احنا بناخذ منهم طاقه ايجابيه. صحيح. بنقدر احنا نطور. يمكن الابتسامه، قديش حلوه الابتسامه. صحيح. الابتسامه هي جسر محبه. يعني بيقولوا لك ايه عم تضحك مرتاحه، ايه لا اكيد مرتاحه، انا مرتاحه مع حالي، انا لازم اضحك، انا لازم انبسط. ليش يعني؟ هو وقت معين لازم أنا لما بكون أنا مرتاحة كل شيء حوالي بيزبط. طيب اليوم ذكرتي في صفات اليوم، يعني أنا كيف قادرة اليوم ميز أنه هذا الشخص عن جد متصالح مع نفسه؟ شو هي المظهر الخارجي اللي ممكن يعني يصدر لي إياه؟ ما بتشوف في نقاء النق مثلا، انه هذا بيضل بنق، هذا بحياته ما بشوف الايجابيه. بالعكس خلينا نطلع على الشغلات الحلوه. الشغلات الحلوه هي اللي بتعطينا امل، هي اللي بتعطينا طاقه. يمكن جيب شقف زريعه لعندي على البيت. هلا كل واحد بحس بسعاده بنوع معين. هلا انا سعادتي مثلا فنجان القهوه، اطلع اقعد عند شي شجره، شوف حدا من رفقاتي، اقرا كتاب. كل واحد عنده السعاده بمنظوره بنقطه معينه، وهي السعاده بيقدر يطورها، بيقدر يصدرها. قلتي بيكون بيقدر. ايجابي، هي عدوى. هي عدوى، بيكون ظاهره ثقته بنفسه قدام الناس. الثقه النفس، الثقه بالنفس هي جسر. هي الجسر تبع الدعم النفسي والتصالح الذاتي. لما بينهد هذا الجسر كل الامور النفسيه والمعنويه تنهد، يعني ما بقى في مجال ابدا ابدا. الثقه هي اساس بكل شيء، اساس تعاملي مع الغير، اساس تعاملي مع المجتمع، مع البيئه، مع اولادي، مع اساتذتي بجامعتي. الثقه بالنفس هي بيقولوا لك هي خطوه النجاح الاولى. صحيح. بس كمان في ناس بتلاقي ما عندهم ثقه بنفسهم وما بيتقبلوا حالهم، ودائما بيركزوا على نقاط الضعف الموجوده بحياتهم وعلى عيوبهم وعلى تجاربهم بالماضي، ورغم هيك بتلاقيهم مميزين. شو السبب هون؟ شو فينا نوضح؟ في ناس كثير مميزه بس هن ما عندهم تقبل لحالهم، بصيروا بيدوروا على اخطائهم عندهم. هلا هن في اكثر من نقطه، النقطه الاساسيه هي المقارنه. انا حدا ناجح، انا حدا مثلا عندي شركه أو أموري بالبيت كتير منيحة، بس بدي قارن حالي مع حدا يمكن ناجح أكثر مني. ونحن ما منشوف الإنسان الناجح شو صار فيه. نحن شو بيقولوا لنا؟ من سار على الدرب وصل. طب شلون وصل؟ قلب، فقد كتير عالم. صحيح. يمكن تعب، صار عنده ضغوطات نفسية لحتى وصل. نحن هي ما كانوا يقولوا لنا إياها. نحن خلص، نحن العالم بتشوف الناجح بس، ما بتشوف هو شو عمل، شو انجز. في ناس بيكون عندهم الشغل ضعف ضرب ثلاثة. يعني هلا انا لما بدي اشتغل بدي يكون ضرب ثلاثة عن شغلي عن باقي الناس يلي قدامي او البنات يلي جيلي لحتى اقدر اوصل او لحتى اقدر اطلع. طيب ذكرتي نقطة انه نحن كرمال نحقق هذا التصالح مع الذات في خطوات مفروض نحن نتبعها. قلتي انه نحن نطلع من الصندوق اللي عايشين فيه، نجدد بحياتنا، نكسر هذا الروتين، العمل الى اخره. ولكن في صندوق الافكار، هذا انت قادرة تحمليه وين ما رحتي اثناء عملك؟ انت عم تشتغلي ولكن انت بعدك حبيسة افكارك، وهون يمكن المشكلة اكبر. يعني هون الكذبة أكبر بدها تكون. طبعا. اليوم كيف قادر اليوم هذا الإنسان أنه يهرب من هذا الصندوق؟ هلأ في تمرين معين نحن بنعمله للي عندهم هاي الأفكار. في ناس الأفكار السلبية بتطغى عليهم، نحن بنجيب ورقة وقلم وبنخليه يكتب كل الأفكار السلبية اللي هو بتأذيه، ولا هو اللي بتفكر يعني شو أنا بفكر بالشغلات السلبية. بجوز عنده شغلات إيجابية أكثر من السلبية. هو لما بيكتبها وبشوفها قدامه نحن فينا نحط له حلول. مثلا هاي الفكرة حلها بيكون كتير سهل، بس بالنسبة له لأنه هو صاحب المشكلة الأساسية بحسها كتير كبيرة. ونحن من واجبنا أصلا نرجده ونقول له أنه شو لازم يعمل وشو لازم يساوي، ونحط هالنقاط اللي عنده ونحل له إياها. بجوز ما تنحل، خلص نكتبها، بس هو شافها.
هو شافها وهو بده يواجهها. لازم تتواجه انه احملها وامشي. صار التراكمات صار عنده من الماضي، بقى بده يقارن حياته الحاضرة بالماضي تبعه. طيب اليوم أي شخص بيحب حاله وذاته وبيتقبل كل شيء بحياته بيقولوا أنه هو شخص أناني، شو الفرق اليوم بين الأنانية وبين فعلا التصالح مع الذات؟ هلأ الأناني بتحسيه إنسان فارغ فاضي، بس بده كل شيء لحاله. طب أنت ليش؟ شو عندك؟ شو في شيء بدك تقدمه لحتى تقدر تكون متصالح مع حالك؟ المتصالح مع حاله عنده إنجازات. أنا لما بكون عندي إنجازات وبدي شيء يكون أقدر أتملكه، هي محور لحاله. أما الأناني، الأناني أصلاً إنسان بتحسيه ما عنده شيء، بس بده كل شيء يكون له. طب اشتغل، أعمل، اسعى، اسعى يا عبدي لأسعى معك مثل ما بيقولوا. إن أنت بدك تكون أناني على شو؟ على شيء فاضي. الأناني شيء، واللي بيكون عنده ثقة بنفسه، بيكون عنده تصالح النفسي، بيكون عنده إنجازات، بيكون عنده تطورات، بيكون عنده علم يستند عليه. طيب هل اليوم المجتمع والمحيط، إن كان بالعمل إن كان بحياتنا الاجتماعية بين المحيط كان أصدقاء أقارب إلى آخره، اليوم رضاهن على تصرفاتنا، كلماتهم الإيجابية عنا جد ممكن تكون مهمة لحتى عن جد تكون نقدر نتصالح مع ذاتنا؟ أنا لما بدي أشتغل مع حالي بدي أشتغل لأسعد نفسي أنا، لحتى أنا أطور حالي، لحتى أنا أقدر أمشي على الخطوات يلي أنا بدي إياها. هلأ عندك الخطوة من الصفر للواحد هي أصعب خطوة، أما لما تطلع من الواحد لاثنين لثلاثة هي الخطوات بتكون كتير سهلة. ما بيهمني أرضي غيري، أنا إذا بدي أرضي كل العالم مستحيل أقدر أعيش لحالي. لما أكون أنا راضيانة عن حالي وأنا ناجحة وأنا عم بقدر أمشي خطواتي، هون المحيط بده يتقبلني وبده يشوف نجاحاتي. أنا ما عندي أي فكرة أنه بدي أرضي كل العالم، صعبة تقدري، مستحيل تقدري تضمني كل العالم، كل واحد أفكاره مختلفة. صحيح. الأيام قليلة وبتفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ينعاد عليك بكل الخير، خبرينا أكثر كيف ممكن نحن اليوم نجهز حالنا أكثر لحتى نستقبل هذا الشهر بكل الطاقة وكل التفكير الإيجابي، بعيدا عن كل السلبية والحزن اليوم والتشاؤم اللي ممكن يكون موجود بحياتنا. تمام، هو رمضان لحاله طاقة إيجابية، طاقة الروحانيات فيه كتير بتكون عالية. احنا درسنا بعلم الطاقة عن الشاكرات، في شاكرة الرأس هي اللي متجهة للروحانيات أكثر. لما بدك تكون انت هلا بلشتي برمضان، رمضان لحاله طاقه ايجابيه من خلال الصيام، اجتماع العائله كلياتها، الاب والام والاخوات بجوز الاحفاد الجيران، يعني صحن الاكل هذا اللي بتوديه لجارتك هذا لحاله انت بتوديه للسعاده. تخيلي انه كاسه المي لما بتعدي انت خلص نويت الصيام وبتشربيها، هي لحاله طاقه، لحاله حياه، يعني بتحسي انه الصلاه، العباده، الاذكار يلي انت بتقوليها، استغفار. يعني هلأ احنا عنا الدنيا جاي على رمضان، لازم نبلش هاي التطورات نعملها لأنه هي لحالها روحانيات. هلأ أنت لما بدك تدعي ولا بدك تصلي ولا بدك تشغلي بخور، تتجهي على مكان القبلة على المنطقة الجنوبية اللي موجودة عنا، نتجه عليها مشان نقدر نفرز هاي الطاقة والروحانيات العالية والطاقة الإيجابية. أكيد. طيب اليوم وقت منقول تصالح مع الذات، نحن عم نحكي عن صحة نفسية سليمة، وهي الصحة النفسية كرمال الإنسان يتمتع فيها بتكون مزروعة عندهم بمرحلة الطفولة، واليوم طبعا هون دور الأهل كتير مهم. كيف أنا قادرة أعلم طفلي أنه يحب أخطائه وعيوبه قبل إيجابياته؟ يعني هذا السؤال الملك، يعني سؤال الفخم. تخيلي انه انا وانتي وحضرتك واي حدا موجود معنا، لحنا مراية اهالينا. صحيح. قديش اهالينا لازم يكونوا زارعين فينا شغلات ايجابية من الطفولة. لازم الام والاب هنن يكونوا عندهم ثقة بنفسهم وعندهم الطاقة الايجابية. تخيلي انه ام واب ما عندهم ثقة بحالهم، كيف بدهم يطالعوا هدول الاولاد على المجتمع؟ هالشي الولد كتير اساسي اصلا، لحنا عايشين مشان نربي هالولاد. الولاد هي مرآيتنا بالمستقبل. انا بزرع فيه الثقة، انا بعيش فيها لثقته لابني بالكبر. صحيح. علمته على الكرم، انا بعيش بكرمه على كبر. انا بس لصير كبيره هلا بنشوف بالروضات شو بيعملوا، بيجيبوا الولد الصغير بيجيبوا له العاب واكلات طيبه وهيك بتيفورات، وبصيروا بيوزعوها، بصير هو الولد نفسه بيوزع على رفقاته. هون كيف عم شو تعلمنا للولد؟ صله التواصل،
لغة التواصل، فن التواصل اللي هلأ العالم كلها عم تعمل دورات عليها. صحيح. إذا ما كان من الصغر فن التواصل معه للولد مستحيل يتعلمه على كبر، لأنه بده تصير تمثيل آخر شيء. أنا هذا الولد لما بده يعطي رفيقه بسكوتة، هذا رفيقه لح ينبسط، لح يشوف أنا إذا عطيت رفيقي بسكوتة رفيقي انبسط، بجوز رفيقه يقوم يعانقه أو يبوسه. أنا هون نميت عند ابني الكرم العطاء، هو شاف رفيقه انبسط من خلال الكرم، معناتها هذا الولد عاش معي فترة طويلة، يعطي أولاده يعطي رفقاته الكرم. فن التواصل، أنا قدرت أجذب، أنا قدرت أتواصل مع أي شخص بدي إياه. أها. طيب اليوم عكس التصالح مع الذات عندنا جلد الذات، اليوم شو هي الأخطاء الشائعة يلي ممكن يرتكبوها الأشخاص وفعلا هنو يأثروا يعني نفسيا على حياتهم؟ يمكن اللوم الزايد، التفكير، عدم المسامحة، خلينا نوضح هذا المصطلح. هو جلد الذات لما أنا بدي ضل حط أفكاري القديمة، أقعد بقى أذكر حالي، بتحطي رأسك على المخدة بتقولي أنا هيك صار معي من شي سنتين ثلاثة، أنا لا، هاي الأفكار كلياتها الأفكار القديمة خلص نلغيها، قدرنا نحلها حليناها، هو لازم نحلها بوقتها حتى ما تصير معنا تراكمات. بس إذا ما لقينا لحل خلص أكيد ما بقى منلوم حالنا، ما بقى منذكر حالنا إنه إحنا ليش بقى بدنا نتذكر طول ما إنا قاعدين، والله قصة من ثلاث سنين بقى منرجع منعيدها ومنكررها ومنبهرها ومنضبطها. لا منرجع منتقاتل من تتذكر أنت من سنتين عملت معي في ناس ترجع لعشر سنين ترجع مزبوطة. هون ببلشوا بيلوموا حالهم، انتي ما بتتخيلي لوم الحال شو بيأثر بنفسياتنا. أول شيء منبكي، انتي لما بتبكي عندك هي الطاقة كلياتها بتفرغيها بحالك، يعني انتي أول شيء بينضرب أكتر شيء بوجعك بجسمك هو أول شيء بينصاب. هلأ أنا عندي مثلا معدتي، لما بتذكر شغلات قديمة دغري بتجعني معدتي، لأنه بتنضرب عندك المنطقة يلي هي بتوجع وهي الأساسية بتكون موجودة عندك. صحيح، يمكن مثل ما قلتي اليوم الزايد، اليوم ما أنا قادرين نغير، مفروض نتقبل، نحاول، نضل عم نحاول يعني طبعا. ولكن مثل ما قلنا جلد الذات هو بالنهاية مشكلة وله تأثير سلبي على إن كان الصحة النفسية والصحة الجسدية. لهيك إن شاء الله الله يبعد عنا هاي القصة، ودائما هيك يكون يعني التصالح مع الذات متاح يعني لكل الأشخاص. شكرا لحضورك اليوم. شكرا، يعطيكم العافية، وكل عام وأنتم بخير. وكل عام وشعبنا بخير. آمين. وقائدنا بخير. أهلا وسهلا. إن شاء الله الأيام الجاية. التنمية البشرية شهد الحمصي نورتينا لليوم. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا.